مو
النجار. هذا اللي كانت لابساته؟ لم تكن تنوي الهروب، كانت عاشقة للجمال. الحياة عندها دائما في تغيير، فهي تعي جيدا بأن العاشقين هم من يصنعون الحب في الأمكنة أينما كانوا. مريم، يعني الحين راوي وطلال اتفقوا بعد العرس انهم يسافرون على طول؟ السلام ان شاء الله، طيارتهم الفير، يعني من الحافلة سيدة للمطار. بس اهم شيء يا ابو طلال تكون كل الامور مضبوطة، ما نبي شيء يقصر ونفتشل. ايش تفتشلين؟ كلنا اهل، البنت بنت خالته، فشيله في شنو؟ حتى لو بنت خالته الاصول اصول، وما نبي اي شيء يقصر. بعدين هذا ولدنا الوحيد. يا الله يا رب انك تتم فرحتنا على خير. اللهم امين. حبيبي عاد كلش ما توقعت انك اليوم تلين مبكر. شو اسوي بعد؟ اشتقت لك. اشتقت لاحلى عيون هالدنيا هذه كلها. يلا تفضلي. صدق حبيبي اليوم خلصت كتابة روايتي. الموضوع عبارة عن حالة من الأمل والتفاؤل. حلو، خلاص أعطيني اللي كتبتيه وأنا بكلم أهم دار نشر عشان يطبعون لك. لا حبيبي ما عليه، خليني أنا أتصرف بهالموضوع. بصراحة أنا حابة أعطي الرواية حق شركة إنتاج تسوي مسلسل. مريم، سبق وتكلمنا في الموضوع هذا، أنا ما أحب أكرر كلامي. ترى فهد، أنا لازم أشتغل، لازم أختلط بالناس، ما يصير أكثر من هني قاعدة 24 ساعة في البيت. مريم خلاص خلاص، أنت عارف وجهة نظري في الموضوع هذا. إيش ناقصك أنت؟ إيش تبين؟ اللي تبين يوصل عندك. فهد حرام عليك، أنا مو طير تحبسني في قفص. عيب عليك ها؟ عيب. أنت المفروض تحمدين ربك على النعمة اللي أنت فيها. قفص وطير.
حبيبتي أنا آسف، ما كان قصدي. تعرفين ايش كثر أنا أحبك وخاف عليك. ما بيش تبعدين عني وعن عيوني. أقول حبيبتي ايش رأيك اليوم نطلع نتعشى ونغير جو ونتكلم، وأنا بكلم أبو طلال وطلال يزورونا بين فترة وثانية. ايش رأيك؟ راح تطلع سليمة؟ يعني ماكو شيء راح يعكر علينا سعادتنا؟ أنت تدري إن أنا هاملة سكلر طلال. لا تحزين حبيبتي، كل النتائج راح تكون سليمة إن شاء الله. أنا مو حامل سكلر، يعني عادي إذا أنت كنتي حاملته. المهم الحين لا تفكر بولا شيء، أهم شيء تفكر فيه هو باجر رسالتك الدكتورة وبس. قاعدة تحاتيني؟ أكيد أحاتيك، أنت حبيبي باجر بتصير ريلي إن شاء الله. زين متى قالوا لك تطلع النتائج؟ يعني اكيد هم راح يتصلون. ان شاء الله يا رب ما يتاخرون. ان شاء الله خير، لا تحاتي. اختلف بالراي معك يا استاذ، يعني انا ما اتدخل بشغلك. صحيح انا المؤلفه، بس انا يوم كتبت هذه الشخصيه ما كتبتها اعمل بصر، لا انا كتبتها اعمل بصيره، فاهمني؟ هنشوف في البروف هنعملها. يلا بوك عم.
حبيبي يلا انا جاهز. يلا حبيبتي يلا. مريم ارجوك ركزي معي. انا ما احب الفوضى في المكان، انت تعرفين طبعي. هذول كانوا بهالصوره هذه. وش جاب هذه هني؟ شو وده هذه هني؟ ابي افهم. اسف حبيبي. اخر مره. فهد يلا. يلا يلا. ما قصرتوا حبايبي علي يدكم. لا العفو. هيا الله من يونا وان شاء الله قريب بنشوفكم كلكم معاريس. ان شاء الله. الا ما قلتي لي راويه، شو اخبار الفحص؟ شوفي يما، انا سمعت انه بيطلع بعد 3 ايام. بس طلال يقول انه عنده دكتور رفيجه بيحاول يطلع باكر. والله احنا ايامنا لا فحص ولا شيء، والحمد لله كان ما فينا شيء. خالتي الفحص وايد ضروري، خاصه اذا كان الزواج بين الاهل. يما هذا اجراء ضروري قبل الزواج عشان عيالنا. ان شاء الله انت وعيالكم واحفادكم كلكم طيبين وبخير. ان شاء الله امين. امين. بنات ايش فيكم قاعدين كذي؟ يلا غنى وصفقوا. سمعيني سمعيني، باكر ان شاء الله بنروح نشوف المسرح. الو، اقول لك باكر بنروح نشوف المسرح اللي بقاعه الفندق. خلاص يا معود، انت خلصي الحفله اللي عندك بعدين اتصلي علي. مع السلامه. حبيبتي تذكرين هالمكان؟ لما اتذكر هذا اول مكان لينا اول ما ملجنا، كنا قاعدين على نفس الطاوله بعد. كان حلو، هادي، رومانسي، بعيد عن الناس اللي رايحين ولا راتين. حبيبتي تفضلي. خاتم الماس مناسبة مرور 3 سنوات على زواجنا. أقبال إن شاء الله اليوبيل ذهب. أبا جنبي فهد، أنا آسفة حبيبي. نسيت عيد زواجنا. يمكن عشان حبيبتي لا تكملين. وجودك معاي بالدنيا وما فيها. مريوم أنتِ ما تدرين إيش كثر غالية عندي. حبيبتي أنا الأسبوع الجاي طالع إجازة. عاد أنتي أمري تدللي. وين تبين تسافرين؟ باريس، لندن، فيينا، بانكوك، وين تبين تروحين؟ طلبي. حبيبي كان ودي إني أسافر. تدري بس شكلك ناسي إني مسجلة بدورة لغة هالشهر. يعني لازم أخلصها. أدري بس حبيبتي تقدرين تعتذرين يعني. أعتقد وناستنا أهم. أكيد وناستنا أهم. بس مساء الخير. كيف حالك استاذ؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ شلونك مريم؟ هلا ناصر. شو اخبارك؟ ما شاء الله عليك، ما عرفتك وايد متغيره. صدق؟ شلون متغيره يعني؟ والله صراحه كبرتي وحلويتي وايد عن قبل. انت اللي ما شاء الله عليك كبرت تغيرت، كافي ابتسامتك اللي ترد الروح. والله شوفتك اللي ترد الروح الصراحه. على العموم انا اخليكم وتحملي فروحك. سلم عليهم. يلا مع السلامة. مع السلامة. ممكن نمشي بهدوء يا محترمة؟ فهد هذا ولد عمي. المفروض انك مرة محترمة. مو المفروض اقول لك كلام مثل اللي قالها. صدق قلة حياة. فهد. قومي يلا قومي. قومي خلينا نروح البيت. فهد. قومي. Solo perché sono dei
ابو طلال، انا باكر معزمه امر على مريم واودي لهم الهديه مالت عيد زواجهم. مسكينه يا مريم، يا الله صامده والله، وقادره تعيش مع فهد على عصبيته الزايده، قادره تعيش معه. هذه رفيجك وتقول عنها الحكي؟ انا ما جبت شيء من عندي، وصج رفيجي وعشت معه هالمده كلها، بس انا عرفت طبعه وعرفت شلون اتعامل معه، وما ضايقه في اي شيء، اعرف عصبي. هو اللي انعصب ما يعرف امه من ابوه. انت تدرين انه كان متزوج وطلق مرتين؟ هاي كلها من عصبيته الزايده. شو تسوي بعد هي؟ تبيها تتطلق منه؟ ما يصير. ما لها الا تتحملها المسكينه، مثل ما انت متحمله طول هالسنين في الشركه. ما تستاهل المسكينه. هم محرومه من العيال وهم راي العصبي ما ينبغى. مع انها طيبه وحبوبه. اي والله طيبه وبنت حلال. لكن شو تسوي؟ ما لها نصيب. اللي يشوفها يقول ما شاء الله هذه مستانسه وعايشه في خير ونعمه. ما يدرون ان هالمسكينه هذه شقيانه. هلا قلت القايل، ما حد مرتاح، كل همه قد معونه. سلمي عليها اللي رحتي لها. ان شاء الله يبلغ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. وينك في يمه؟ انت قاعد ويانا في البيت، اشوفك كله لاهي بهالعرس. شو اسوي بعد يا يمه؟ ماكو شيء شاغلني هالايام الا هالشيئين، العرس ورساله الدكتوره. وتدرين بعد المناقشه باكر، وحدي من عفس عفسه وميت من الخوف. وليش الخوف يا ابوك؟ هم في رساله الماجستير بعد كنت خايف، بس عقبها ما شاء الله بدعت والكل اثنى عليك. الحمد لله. المهم يمه، ايش صار على نتائج الفحوصات الطبيه؟ ان شاء الله خير. أنا مكلم دكتور هناك قال بيطلع لي إياهم باكر الصبح. يلا عيل أنا بروح أتسبح وأنام، تصبحون على خير. وأنت من أهل الخير. حبيبي الموضوع ما يستاهل تكبر لهالدرجة. الموضوع اوريدي كبير، رجاء خليني ولا تكتب علي زيادة. يلا فهد حبيبي، اليوم عيد زواجنا، خلينا نفرح شوية، ما له داعي تزعل. عيد زواجنا انت اللي نسيتيه يا مدام. طبعا بتنسينا مدام، ولد عمك الوسيم للحين معشش في راسك. فهد ما له داعي هالكلام. أقول يلا يلا. كلام كانت مسرحية رائعة الحقيقة، أنا استمتعت فيها. لو أنت ما شاء الله عليك يعني قلم واعد
جميل، احنا محتاجين لوحده مثلك تكتب وتالف مثل هالنوع من المسرحيات، لك مستقبل واحد. شكرا على اطرائك. تفضل. تفضل. صباح الخير. صباح النور. هلا طلال. هلا يمه. هلا. يقعد عليك. اوه شايب حلو. شلون الاستعداد والنفسيه؟ لا الحمد لله مثل ما انت شايف النفسيه حدها تمام. ان شاء الله بروح اخلص شغلي بالجامعه بعدها بشوف دكتور الفحوصات. يلا كل شيء بيد الله، الله كريم. مع اني متاكد انك بتاخذ الدكتوراه مع مرتبه الشرف. ولدي وانا عارفك زين وعارف طموحاتك. الله يوفقك ان شاء الله. عسى الله يوفقك وينجحك يا يمه واشوفك في اعلى المراتب. هي كثر من هالدعوات الحلوه عشان الواحد يتوفق. باذن الله باذن الله ان شاء الله. الا يمه انت كلهم تقعدين من الصبح. شو اسوي يا يمه؟ مو بقادره اتاقلم مع التقاعد، وايد صعب. والله لو انا منك وما عندي دوام اسمتها نوم على الظهر، شو قاعد من الصبح عشان اسوي ريوك؟ يا ريت يا يمه يا ريت. بس صعب عقب 20 سنة من الدوام والشغل وأقعد من الساعة 6 الصبح أني أغير نظام حياتي بين يوم وليلة، وايد صعب. أي والله صح كلامك. أنا قاعد أفكر بنفس الشيء، شلون بعد هالسنين الطويلة كلها أنا كنت طالب والحين بصير موظف، أكيد راح يتغير علي الروتين. يا بطلان كل شيء بدايته صعب بعدين بتتعود، لا تستعجل. عدل كلامك.
يلا نطلق خوالة. وطلاق ماضيك لي، ايش تبي غدا اليوم؟ والله لي من نجزين، بس انتي من تقاعدتي وقعدتي في البيت وانا وزني زايد كيلوين. ويش دعوة يا ابو طلال؟ كيلوين في اسبوع؟ اول على طباخ الخدامة اي شيء ناكل، الحين ما شاء الله عليش الطباخ الزين كله عيوش، والعيوش اكيد اكيد بيصير الوزن. خلص عيل، من اليوم ورايح ما بنسوي عيوش على قولتك كل يوم، بنسوي مرة لو مرتين في الاسبوع، وباقي الايام بنسوي مشاوي، بنسوي مرق، يعني كذي اشياء من غير عيوش. اي كذي احسن، عشان الواحد تروح على الكروش بعد، ونحافظ على صحتنا، احنا كبرنا يا ام طلال خلاص. يلا من رخصتش بروح قبل اي فهد. ايش دعوة تو الناس؟ توها 7:30، يعني معقولة فهد الحين وصل الدوام؟ الله يسلمك، الحين من زمان وصل، فهد، فهد هذه أول واحد يدش الشركة، وإذا تأخر، تأخر الساعة 8 هو هناك. ما شاء الله عليه، علي شلون يقولون المدراء يتأخرون في دواماتهم لعقب 9؟ طبعا فهد. فهد واللي مثله ذلك ما يحبون التأخير، هاي متعلمين على دوامات أمريكا، مثل الساعة، ما يتأخرون، وكلمة تأخير دي ما تدور في قاموسهم. يلا يلا بمشي قبل الله يجي، يلا. زين أنا بمر على مريم شوي. هي سلمي عليها، وإذا لقيتي طلال قولي له خليه يتصل فيني، أبي أعرف ايش سوى في رسالته، وش قال للدكتور. إن شاء الله بخليه يتصل لك. يلا فما الله. حياك الله. حبيبتي سامحيني، البارحة ما نمت من كثر ما أنا متضايق من تصرفي. أدري إن قلبك كبير وبيسامحني، تأكدي إن حبك حب ما أظن إن في حب في الدنيا مثله. حبك. بالفن بالعكس أستاذ، أنت دائما مرحب فيك، يعني كافي دعمك المادي والمعنوي حق فرقتنا الدائم، هذا دليل على حسك الفني وحرصك. يخليك، أنت شهادة نعتز فيها. شكرا. بس حلو شغلكم كان ممتع. الشباب شاطرين. صباحك الله بالخير. الخير. حياك الله بطلاتي. سلمك الله، هاي دراسة الجدوى للمشروع الجديد. أيه. أبيك تشوفها وتعطيني رأيك. كم حاطين أنت رأس مال المشروع؟ مبدئياً 1,000,000 دينار. ندفع النص الحين والباقي ندفعه بعد ما نتوسع. أوكي. توكلوا على الله. وباشروا الإجراءات على طول. تفضل يا أبو طلال. تأمر طال عمرك. هلا ابو طلال.
صباح الخير. الله يسلمك بخير. يا الساعة المباركة حياك الله. بس الطريق مو بعيد عليك؟ لا حبيبتي، ولا تعب ولا شيء. يعني ايش عندي اسوي؟ متمللة وقاعدة في البيت، خبرك تقاعد. ما في أي شيء جديد في حياتي. طبعاً متمللة ولازم أدور لي شغل، ما يصير أقعد كذي ولا بستخف. يلا يا يتش في الطريق. مع السلامة. حبيبتي أرجوك ردي على اتصالي، لا تعذبيني أكثر أرجوك. We'll be right back.